فواشي ولك فواشي. الله يغضب عليك. الله يغضب عليك. خير يابا؟ شو وين كنت يابا؟ صلي ساعة بصيح عليك. ابا طعم الحمام يابا فوق. طعم الحمام اقعد يابا اقعد لكلك. بدك تروح تجيب لي الفاس، بتعرف الفاس؟ اللي بيحرتوا فيها الحيطان. الحيطان ولك الارض ولك خويث الارض. بتروح على رام الله عند دار عمك محمد وبتقول له بيسلم عليك ابوي وبقول لك اعطيني الفاس بتجيبها وتضل جاي. رام الله يابا. رام الله يابا، يلا قوم، يلا قوم، شو مالك بحلك فيني ولا؟ حاضر يابا. ما كلم روتك، قال رام الله. شو رام الله؟ 10 تكايك بالطيارة وأربع ساعات خمس ساعات مشي. اضرب مخوثك، والله ما كلم روتك إلا منك منه ومن أمك. الله يغضب عليك وعليها. هاي يابا شو صار معك جاي قاعد عم تلهت؟ بسلم عليك عمي يا محمد وبقول لك فيش عنده فاس يابا. مش مشكلة يابا، أوصل على بيت لاهي عند عمتك فوزية، كل ما بيسلم عليك أبوي وبيقول لك أعطيني الفاس بتجيبه وبتضل جاي. عبيت لاهي يا يابا. عبيت لاهي يابا. يلا قوم ولا. إن شاء الله بموت. الله يابا ان شاء الله وانت بتعملها وبخلص منك. وصلت يا مغضوب؟ شو صار معك ولا؟ بتسلم عليك عمتي فوزية بتقول لك فيش عندها فاس يابا. مش مشكلة يابا، توصل على نابلس عند عمك ابو منيب وبتقول له بيسلم عليك ابوي وبقول لك اعطيني الفاس بتجيب الفاس وبتضلك جاي. بس عمي ابو منيب مش بنابلس يابا. لا وين عمك ابو منيب ولا؟ راح على مخيم اليرموك بسوريا يابا عن جوز بنته. عمك ابو منيب مخيم اليرموك؟ مش مشكلة يابا، قوم جيب الفاس تاعنا من تحت الدرج واسبكنا على الارضيات. الفاس تحت الدرج؟